بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. أبنائي شباب المدرسين جروب أحمد بركة، نلتقي لنرتقي، وجميع مدرسي الفيزياء بصفة عامة، هذا الفيديو الصغير اسمه كتاب وقصة أو قصة كتاب. فيه كتاب عملته بقالي 6 سنين بعمل فيه ونقح فيه ووضبه. هذا الكتاب اسمه دليل المعلم أو مرشد ودليل المعلم في تدريس الفيزياء. من خلال الخبرة في تدريس الفيزياء وموجه عام للفيزياء على مستوى الجمهورية وعضو مركز تطوير تدريس العلوم، واشتركت في تأليف كتب للمدرسة، كتب مدرسية، وعملت بعض نماذج للوزارة. من خلال هذه الخبرة حبيت أنقل الخبرة للأمانة للشباب من خلال هذا الكتاب. ففكرة الكتاب ده جات ازاي وايه هي اللي خلاني فكرت ان نعمله؟ طبعا تطور الكتاب من مراحل مختلفة. طبعا انا عاوز اعرف مراحل الكتاب تمت ازاي وايه الفكرة اللي فيه. اي كتاب مدرسي يتعمل يلزم المؤلفين ان يعملوا حاجة اسمها دليل المعلم في العالم كله. فبيتعمل كتاب مدرسة ومعاه دليل المعلم، بيفضح ويفسر ويرفع مستوى المعلم أعلى من الطالب درجة لازم. ففيه موضوعات في الكتاب الطالب حسر جات منين، فدليل المعلم يوضحها، وشروط تأليف الكتب كده، والفضل من الله وحده. إن أنا اتحطيت في مواقف خلال مراحلي التعليمية لم أهتم إطلاقا بدروس ولا سناتر ولا كلام من ده، فكنت في عضو في مركز تطوير تدريس العلوم، وكنت بنعمل الحاجات الخاصة بدراسة بنوك أو الأسئلة، كذلك عمل دليل المعلم شروطه إيه. هنبدأ نقول لكم الفكرة جاية إزاي. طبعا كان زمان في قطاع الكتب بيطبع كتاب خاص اسمه دليل المعلم، يسلم لكل مدرسة كتاب أو اتنين للمعلمين. ده كان كتاب دليل المعلم للصف الأول الثانوي، وكان اللي عامله الأساتذة الدكاترة دول. كتاب دليل المعلم للصف الثاني الثانوي، كان ده الثاني الثانوي بالترتيب يعني ثانوية عامة. وأدى كتاب دليل المعلم للصف الثالث الثانوي، كان طبعة 91-92. هذه الكتب كان بيعملها أساتذة كبار، دكتور عبد الفتاح الشاذلي، دكتور محمد أحمد كامل. هذه الكتب لها نظام بيعمل إيه؟ أنا بعد ما عمل الكتب الجديدة عرضت على الوزارة نعمل دليل المعلم. الوزارة قالوا طبعا عشان نعمل دليل معلم هيكلف طباعه وبتاع، واحنا مش هنطبع حتى للطلبه الكتب. فاضطريت وبعد ما عرضته على الوزاره ومكتب المستشار قلت نجيبوا اساتذه يراجعوا معايا بدليل معلم في المنهج الجديد، لان انا اتدربت عليه وهنقول لكم ازاي. فوافقوش، فعملت انا دليل المعلم اول طبعه. ادي الطبعه الاولى، دي الطبعة الأولى كانت معمولة خاصة للجروب بتاعنا لأعداد بسيطة مدرسين. الطبعة الأولى كان فيها بعض حاجات عملتها ونقحتها في الطبعة الثانية، ثم عملت الطبعة الثالثة. وكانت ديت هذه الطبعة عملتها الطبعة الثالثة بناء على رأي الأستاذ القدير حبيبي الله يرحمه الأستاذ عبد الحفيظ. فعملنا هذا الكتاب، وكان عاوزه لازم يتعمل ورق معين، ورق مصقول وبتاع يليق بالمدرس الفيزياء، لأنه قال لي يقدر قادر على أنه يشتريه. بس إيه، كان هذا الكتاب ورق عشان ينطبع عاوز عدد كبير منه، يعني على الأقل عشان يعمل زنكات وبتاع، وكان مكلف، والغلاف زي ما أنتم شايفين غلاف كبير وضخم يعني. ده كان الكتاب. بعدين دلوقتي حسب التطور واللي حصل حبيت نعمل الكتاب
بتاع السنة دي بقى الطبعة الرابعة من خلال الست سنوات، قلت نجمع كل حاجة في الكتاب الطبعة الرابعة ديت بناء عن حاجات معينة ومستجدات جدت في التدريس. هقول طبعا أنا اشتركت في مسابقة تأليف كتب للوزارة في أولى ثانوي، ده لما كانوا يعمل كتاب الوزارة كانت بتطلع كراسة الشروط، دي كراسة الشروط دليل الشروط العامة والمواصفات الفنية تأليف كتاب الفيزياء ودليل المعلم لأولى ثانوي. هذا الكتاب أنا دخلت فيه مسابقة، وحصل كنا إحنا اللي داخلين المسابقة كنا ثلاثة، أنا والله يرحمه الأستاذ عبد الحفيظ حفني والأستاذ القدير علي إسماعيل، لأن إحنا كنا بنعمل للوزارة كتب، فأخدت أنا والأستاذ علي إسماعيل وعملنا وجبنا الأستاذ عبد الحفيظ وابتدينا نشتغل. بس حصل إن الأستاذ عبد الحفيظ بعد ما قربنا نخلص كان مرض، مش المرض الذي توفى فيه، ده مرض قبل كده، فما دخلناش المسابقة. واتعمل الكتاب واللي فاز فيه كنت أنا اللي بنراجعه، أنا والدكتور محمد أحمد كامل، إحنا اتنين فقط اللي راجعنا الكتاب ده اللي فاز، عشان أنا عندي فكرة عن الكتاب والمادة العلمية، وخد الكتاب موافقة. جه سنة تانية سنة والسنة اللي بعدها عملوا كراس الشروط دليل وشروط المواصفات الفنية لتأليف كتاب الفيزياء ودليل المعلم للصف الثاني الثانوي، هذا الكتاب أنا دخلت فيه، بس كنا مع أربع دكاترة، الدكتور محمد أبو ليلة، دكتور محمد أحمد أبو ليلة، والدكتور ياسر سيد حسن، والدكتور أستاذ كلهم أستاذ دكتور أسعد محمد عبد الخالق، والأستاذ دكتور هاني نظمي سليمان، والأستاذ أحمد إمام بركة، بس يتبع شركة معينة. والكتاب فاز ونجح وجات لجان فنية فحصته، فكنا ولما فحصوا وكان آخر حاجة هينزل كنت أنا عامل الكهرباء فيها أرشميدس، بعد ما نزلش أنا حطينا خدونا حطيت أرشميدس في قصدي كرشوف، كنت أنا اللي خاص بالكهرباء وعملت كرشوف والجزء بتاع اللي اتحط بعد كده في كتاب المدرسة. ده القصص بقولها عشان برضو للعلم بالشيء. كتاب بقى ده ليه مواصفات ازاي تعمل الكتاب المدرسي، وازاي مواصفات تعمل الكتاب تأليف كتاب دليل المعلم، ازاي هو دليل المعلم شروطه ايه ويتعمل ازاي. تأليف دليل المعلم له شروط معينة يتعمل بها دليل المعلم، هذه الشروط والحاجات دي اتدربت عليها وانا في مركز تطوير تدريس العلوم، والشروط موجودة هنا وموجودة هنا، وأنا خدت هذه الشروط وطبقتها في عمل كتاب دليل المعلم الجديد اللي هو ده. دليل المعلم الجديد اللي هو الطبعة الرابعة اللي آخر بقى طبعا إن شاء الله، واللي ربنا يديله الصحة والعمر إذا كان في العمر بقية، هنعمل برضو دليل للصف الأول والثاني الثانوي، وإذا تغير المنهج في تلامذتنا بقى والجيل الجديد عشان إحنا يكون هم اللي يكملوا ويعملوا الأدلة دي ولها شروط ومواصفات أنا عمل لها هنا في المكتبة إزاي يتعمل هذه الأدلة. بالنسبة للمراجع، الدليل المعلم يشترط فيه إنك توضح الكتاب المدرسي، حتى المراجع الأجنبية بيعملوا، الشركة اللي بتعمل المراجع دي زي هولت فيزيكس وكل المراجع دي معلومة أنا عارفها لأن أنا معايا أو قدامك حوريه، بتعمل كل ألف مرجع تعمل مرجع تول للتيتشر للمدرس، دي طبعة خاصة، فمثلا طبعة خاصة بتوضح بعض حاجات، يعني مثلا ده كتاب أهو وده كتاب أهو، ايه الفرق بين الاثنين؟ لو بصيت هنا دي طبعة خاصة بالايه؟ بالمدرس، دي طبعة خاصة بالمدرس، او ده للمدارس وده للايه؟ للمدرس، بتبقى كل ألف نسخة او اكتر يعملوا نسخة، ايه الفرق بين الاثنين؟ لو بصيت الاثنين هما تيبيكال، لو حطيتهم على بعض تلاقي دي اكبر شوية، يعني دي ضخم كبير شوية، ايه الكبير فيها؟ مثلا هوريك صفحة وده حاجات نادر اي حد يعرفها، يعني هنا مثلا المرجع دي اهو، ادي ناخد صفحه مثلا اهي صفحه كتاب، انا بختار الصفحه دي خدتها كتاب، انا حاطط السؤال ده في كتاب الوسايه مغناطيس بلف كده او كده انه اللي يعمل، وده حلقه ورحنا ضاغطين على الحلقه شادينها كده، يعني الحلقه ايه ضغطناها عملت الشكل ده، المساحه اتغيرت، عاوز القوه الدافعه. هذا القانون ليه طريقه للحل، لو انا فتحت المرجع صفحه كام دي 822،
نجيب 822 هنا اهي، شوف الديفرنس. لو بصيت للصفحة دي والصفحة دي تلاقي هنا زيادة، الزيادات دي تفسير لهذا العمل، ولذلك الشكل ده كله بيقوله غلط. أنا كاتبه صح لأن أنا معايا الأصل، المرجع الأصلي، ولذلك المراجع بتبقى لها برضو ديفنس، حاجة خاصة بالأستاذ اللي بيدرس، زي كتاب المدرسة ما بيعمل كتاب تاني دليل معلم، وده علمنا هو كل الكتاب ده زيد عندها الصفحات دي فيها شرح ما قيل هنا وتوضيح الغامض هنا والتكذير فيه، فكل صفحة فيها حتة زيادة بتوضح حاجة معينة اهو. يعني مثلا دي في المنحنيات بلانك والحاجات دي لها تفسيرات هنا بيعملها، دي مش للدارس يعرفها، للمدرس او الخبير اللي بيدرس يعرفها، وانا باخد من هنا احط في ده، وانت مش هتحصل على هذه المراجع اطلاقا. هذه المراجع بعملها. طبعا هذا الكتاب ينقسم الى 7 اقسام. القسم الاول رياضيات المستخدمة في الفيزياء، اي دليل معلم حتى في الدول العربية وفي كل العالم يبدأ المرجع أو يبدأ الكتاب أساس فيزياء للرياضة، الفيزياء الأساسية اللي محتاجة حاجات من الرياضة، فلازم يكون في خلفية رياضية. أنا كانت الكتب بتعمل الخلفية الرياضية، أنا جمعت الخلفية الرياضية من جميع الكتب والمراجع اللي تخطر على بالك، مراجع سنغافورة وماليزيا وتركيا وتنزانيا وماليزيا والآي جي وكله، وجمعت كل هذه الخلفية الرياضية اللي يحتاجها دارس الفيزياء حطيتها في الكتاب ده. اتعلمنا في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1967 من أول ما دخلنا الكلية، فيزيك وزوت ماثيماتيك إز ناثينج، مفيش حاجة اسمها فيزياء بدون رياضة. واحد يقول أنا ضعيف في الرياضة، يبقى أنت ضعيف في الفيزياء، بتخشش فيزياء، ده من الآخر يعني. طيب ده القسم الأولاني خدته وجبته من مصادر مختلفة جدا ومصادر لا تخطر على بال أحد، جمعتها وحطيتها هنا حتى بعضها من كتب رياضة. القسم الثاني وحدات القياس، ففيه الوحدات القياس والاستخدام ازاي، فيه نظام عالمي نزل بيه اخر نظام عالمي معايا الكتاب، اللي هو اخر حاجة في النظام العالمي بعد ما عمل اجتماعات الليكوبيديا العالمية، حطوا مواصفات المؤتمر الدولي للمقاييس والموازين وحط معايير كاملة. هذا الكتاب عندي، خدته لخصت الكتاب المرجع الكبير ده كله في حوالي 10 صفحات. القسم الثالث من الكتاب اسمه الأخطاء الشائعة في تدريس الفيزياء، دي عملتها بناء على حاجتين. أول حاجة فيه من خلال برضو أنا بقول الفضل لربنا لأن اتحطيت في هذا الموقف موجع عام كنت بلف في محافظات الجمهورية كلها، لقيت أخطاء للمدرسين قاتلة، فقلت نجمع هذه الأخطاء ونحطها في كتاب ويستفيد منها الشباب عشان ما يغلطوش، ده سبب. السبب الثاني فيه كتاب للهيئة العامة للمقاييس والموازين المؤتمر العالمي حط أخطاء، قال لك لابد أن تعمل كذا كذا، دي بيعملوها الناس خطأ والصح كذا. تعال نوريكم المرجع ده أو الكتاب اللي المنظمة عملته، وانا هوريكم ازاي عملت، وانا خدت الكتاب ده كله وحطيت الاخطاء دي اللي بيقع فيها الناس، واحنا كنا بنقع فيها حتى اللي بيكتبوا كتب الوسام وغيره بيغلطوا فيها. تعالوا نشوف، كان المؤتمر اخر مؤتمر كان سنة 2008 ودي موقع عليه رئيس المؤتمر مثلا، فبيجي يقول لك ايه لما تيجي تكتب 35 سنتي في 48 سنتي، دي الصح، بطنط ما تكتبش 45 سنتي وهكذا. لما تكتب 20 درجة سليزيوس تو 30 درجة سليزيوس، أو تكتبها كده صح، أو تكتب مثلا 20 تو 30 درجة سليزيوس، بطنط يعني بريك تكتب كذا بطنط كذا. هذا كله جمعته وحطيته في الكتاب جديد. يعني مثلا لما يجي يقول لك أي حاجة هنا، كل الكتاب ده ماشي بناء عن هذا النظام ووحدات القياس وكله. مثلا رموز زي رموز انجستروم يكتبوها ايه عليها دايره كده، يعني الاي تنعمل كده وفوقها الدايره كده، غير كده غلط. مثلا يعني الحته مثلا اللي هي بيكتب كده مثلا في الدرجات
يعني بقول لك التي درجة الحرارة 30.2 درجة سيليزيوس، قول 30 سيليزيوس اتكتب كده، بطنط كده، قول كده غلط. ازاي يعني؟ لما نكتب لك 30 درجة سيليزيوس هل نكتبها كده 30 درجة سيليزيوس؟ غلط. طب نكتب كده 30 ونحط الدرجة هنا والسي هنا في النص كده درجة؟ غلط. امال تنحط ازاي؟ هو قال 30 اهي درجة اهي سيليزيوس اهي، تنحط فوق السي على ايه؟ الشمال بتاعها كده، يبقى الدرجة دي لها مكان هنا، بتنحط في الانجستروم العلامة السكون دي او الدايرة الصغيرة تحط كده، هنا بتنعمل كده. هو كاتب الحاجات دي بطنط، قال لك تعمل كذا ما تعملش كذا. طيب في حاجة، امتى نحط الدرجة على الرقم؟ لو قال لك سيتا ايكوال 30 درجة، هنا الدرجة تنحط كده. يعني بيعلمنا الحاجات دي، ودي طبعا بتعدى على جميع دارسي الفيزياء واللي بيكتبوها في الكتب. فأنا خدت هذا المرجع الكتاب ده كله وكل حاجة فيه لخصته برضو في كام صفحة. بعد كده القسم الرابع الخامس السادس، موضوعات، واحد كهرباء، واحد ضوء موجات، واحد فيزياء حديثة. جبت الحاجات اللي بتتقال واللي يختلف فيها الناس وكده من مراجع غريبة جدا وشتى، وفيه مراجع حتى أنا معايا مراجع من جميع العالم، وبقول اسم المرجع الناس تاخده تاني يوم وتقول له المرجع أنا جبتها من المرجع أنت قلته. هذه المراجع فيه مراجع نادرة ولا تصل لإيد أحد، موجودة عندك هنا. هذه المراجع فيه بعض المراجع، الجماعة بتوع سنغافورة اختلفوا مع ماليزيا، اختلفوا مع المراجع التركية، مع المراجع الاي جي، ففي مراجع اختلفت في نقط، فروحت حاطط الآراء اللي اختلفوا فيها ورحت حاطط رأيي أنا بعدها، وقلنا احنا هنمشي ازاي هنا في المنهج بتاعنا، فبنحط حتى المختلفة فيها بنحطها. ده بالنسبة للشرح في الحاجات دي، وزودت فيها حاجات كتيرة جدا وخاصة في الفيزياء الحديثة، لأن الحاجات اللي مبتورة في كتاب المدرسة زودتها، حاجات نزل زي كوالتي فاكتور مش عارف ايه، الحاجات اللي نزلت دي كلها وسعت فيها جدا وحطيتها هنا. ناس كانت بتسأل الترانزستور كان موجود في المنهج القديم وموجود في الكتب قديمة وكان موجود في كتاب المدرسة وتشال منه حاجات، هذا مش واضح، وكتير يقولوا احنا عاوزين نوضح الترانزستور ازاي يستخدم في التكبير، ازاي يستخدم في توليد ذبذبات، ازاي يستخدم كذا كذا، شرحته بالتفصيل في هذا المرجع من مرجعين مختلف، مرجعين زي بعض بس ده باسلوب وده باسلوب، وخدتهم وجمعتهم الاثنين مع بعض. القسم الاخير اسمه جائزة نوبل. جائزة نوبل كتبت بناء عن الآتي، في مراجع كتيرة زي هاليدي كاتب جائزة نوبل في الفيزياء وكاتب الحاد من ألف، أول جائزة نوبل منحت سنة 1900 خدها العالم رونتجن 1901 لحد دلوقتي في الفيزياء والأدب والسياسة والطب وكده. ففيه كتاب الكتب المراجع العلمية كاتبة دايما في أي مرجع بيكتب في آخره جائزة نوبل مرجع الفيزياء الكبيرة وحنوريكم دلوقتي. زائد فيه مرجع تاني وصلني برضه ربنا سبحانه وتعالى الفضل له بتيع في دي حاجات نعملها، هنقول لكم الحتة بتاعت المراجع دي ازاي جبتها جائزة نوبل وأهميتها، أهمية مهمة جدا لدارس الفيزياء أن يعرف مين اللي خد جائزة نوبل في السنوات الماضية. يعني العالم بور خد جائزة نوبل 1923، كان ليه خمس أولاد، واحد منهم خد جائزة نوبل في الثمانينات وكاتبهم وكاتب أساميهم وكله. فبنعرفك جائزة نوبل علشان الدارس والطالب والناس بتوعنا يعرفوا يتقدموا. جائزة نوبل في ثلاثة من مصر خدوا جائزة نوبل، في السياسة، في الأدب، في العلم. السياسة السيد الرئيس أنور السادات، قائد بتاع أيام كنت ضابط في الجيش وهو القائد بتاعنا وبيحبوه كلنا طبعا. وفي الأدب طبعا خدها مين؟ نجيب محفوظ وأحمد العالم أحمد زويل. أحمد زويل مواليد 1946 نفس مواليدي، خد الثانوية العامة سنة أنا ما خدتها بالظبط، خد نفس المجموع اللي أنا جبته. أنا دخلت كلية العلوم جامعة عين شمس، هو دخل كلية العلوم جامعة الإسكندرية.
يعني بنفس المستوى تقريبا اللي هو كان في سنتنا السن يعني، مش لكن ده هو عالم احنا فين. فبوريك ازاي علشان نعرف الطالب مش كلية القمة، كن قمة في كلية ولا تدخل كلية قمة. طب هنوريكوا ازاي جايزة نوبل كتبتها. ده مثلا مرجع هالي دي، فطبعا جاي في اخره كاتب نوبل، وكاتب اول 1901 خدها العالم رونتجن عشان ديسكفر اكس راي، وهكذا ده العلماء. بس هو كاتب لحد سنة كام يا سيدي؟ 1950، ما كملش المرجع ده لان كان قديم شوية، وفي مراجع تانية. بس انا هقول ازاي جمعت جايزة نوبل. اما باقي جايزة نوبل جبتها ازاي وقصتها ايه، ما هو قصة كتاب. فيه لي صديق بيشتغل في دار الهلال، مدير كبير واديب اسمه محمود قاسم، اغلب الناس تعرفه لان اديب ومفكر وفي دار الهلال وله مكانة كبيرة جدا. ومعرفتي به وهو اصلا خريج زراعة بس درس في الادب والحاجات دي وابتدى يعمل حاجات وكتب، فعمل كتاب اسمه الموسوعة، موسوعة جائزة نوبل في القرن العشرين من 1901 لحد 2000. محمود قاسم صديق شخصي لي. صديق منين؟ شوف الزمن يعني. أنا كنت خرجت كلية العلوم سنة 1971، دخلت كلية ضباط احتياط، اتخرجت بقيت ضابط احتياط، رحت في الجبهة اشتغلت في سلاح الإشارة. سلاح الإشارة كانوا بيسموه في الجيش الكعب العالي، كل اللي فيه مؤهلات عليا. فكان الكتيبة اللي أنا كنت فيها كان فيها مؤهلات عليا كتير، العساكر مؤهلات عليا، فكانوا دول كلهم لقيت واقع عليهم بعض الظلم من بعض الضباط. فأنا أخدت العساكر كلها المؤهلات العليا وقعدتهم معايا وكانوا في سريتي، وكنا بنعاملهم كأن زميل، رغم أن في الطابور عسكرية حديد ضبط وربط، لكن نقعد في النبطشية معايا وبتاع. كان منهم محمود قاسم، كان اللي هو ده كان من اسكندرية، فهو صاد الصداقة. بعد ما طلع اشتغل بقى وخد دراساته وكده عمل جايزة نوبل هوريها لكم، وجاب لي بقى كل المراجع الأجنبية بتاعت نوبل، وقال لي تعالى في دار الهلال. رحنا دار الهلال وجاب لي كل المراجع الأجنبي وقال لي خد انت منها لانك انت اللي فاهم فيزياء، تعرف نوبل يعني مثلا رونتجن ايه هي اشعه اكس، تكتب عنها شويه وتكتب العلماء ونعمل لك كتاب هناك في دار الهلال ويتعمل كتاب. بس انا قلت احنا هجمعهم واعملهم في كتاب دليل معلم زي المراجع العلميه ما بتعمل، فسبت الكيمياء والحاجات دي. طبعا انا قلت جائزه نوبل اللي خدتها مكتوب في الكتاب ده 3، لان كان من 1901 لحد 2000، لكن في واحد مصري خدها بعد 2000 وبعدها بعد 2005، ما قلتش اسمه طبعا، الدكتور البرادعي، محمد البرادعي. لكن انا بس بقول اللي هم كانوا موجودين. تعالوا نوريكم الكتاب ده وانا عملته ازاي. ده اسمه كتاب موسوعة جائزة نوبل في القرن العشرين من 1900 لحد 2000، والمؤلف اهو محمود قاسم. وهنا بقى في الكل في الادب مثلا 1930 يجيب لك الاول اللي في الادب واللي في يعني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء مثلا، وبعدين في الكيمياء وفي الادب، ويعني في كذا حاجة هنا شامل الكتاب ده. فملخص هذا الكتاب يعني مثلا هنا سنة 1988 نجيب محفوظ، بس كان واخدها في الأدب. فيه برضو نجيب لكم برضو اللي خدوا جائزة نوبل بتوعنا حبيبنا أحمد زويل، كان مولد 1946 وهو خد جائزة نوبل طبعا انتوا عارفينه في الكيمياء. والسادات نجيب لك السادات برضو، الرئيس أنور السادات سنة 1000 مواليد يعني، لكن هو خد جائزة نوبل أهو كان مكتوب اسمه طبعا، هو مناحم بيجن. ده كان سنة كام؟ 1978، ما هو بياخد السنة كل اللي فيها. وهنا ملخص كامل لعلماء جائزة نوبل، يعني كل سنة أهو يجيب لك جائزة نوبل في كل سنة من السنوات أهي كلها، يجيب لك جائزة نوبل في السلام، في الأدب، في الفيزياء. أنا عامل بتوع الفيزياء بس اللي أنا خدتهم، لكن في جميع المجالات جائزة نوبل 1930. في سنوات اتحجبت جائزة نوبل أهو، يعني مثلا هنا حضرها الرئيس أنور السادات سنة 1978، وهكذا. دي جوائز نوبل.
ده الكتاب ده خدت من المرجع الأصلي اللي عامل هذا الكتاب وخدت وجمعت فيه جائزة نوبل في الفيزياء ورتبتهم لحد هنا كان واخد لحد 2000 لحد 2000 بس 1901-2000 كملت أنا بقى في الكتاب ده جائزة نوبل للعلماء لحد وقتنا هذا وعملت الخريطة بتاعة العلماء موجودة في المراجع وطبعا دي بعض الرموز اللي بتستخدم في الفيزياء في الكهرباء والفيزياء كلها وفيه طبعا وأنا كنت في مركز تطوير تدريس العلوم كنا عملنا حاجة اسمها الاتجاه المنظومي للطاقة الطاقة الكهربية تروح لأي طاقة وأي طاقة بها في مبدأ كنا بنعمله مع الدكاترة في كلية العلوم فيه عنده حاجة الكهرباء لو اديتني حرارة يبقى الحرارة لازم تدي كهرباء الكهرباء اديتني كيمياء الكيمياء تديني كهرباء لأن العملية الظواهر انعكاسية فكنا بندرس الحاجات ديت ولو واحد دخل في النت على موقع الاتجاه المنظومي في التعليم والتعلم برئاسة الدكتور فاروق فهمي هيلاقي الأبحاث كلها في الكيمياء وخيره ومكتوب دكتور أحمد إمام بركة رغم أن أنا مش حاصل على دكتوراه لكن اللي بيعملوا الحاجات دي كلها في الأبحاث العالمية كنت أنا عامل الفيزياء فيها بس وذا الكتاب تم الكتاب وربنا المحمود له المكارم في العلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمر وأورق عود والسلام عليكم. طبعا أنا قلت تعريف سريع للكتاب للقاسي والداني يعرف أن الكتاب مش معمول عشوائي بناء عن دراسة وحاجات وليه خطط وليه أساليب وليه مستويات وليه نظام وده بنتكلم عن هذا الكتاب معمول وطبعا الفضل في اتمام هذا الكتاب بعض الزملاء ساعدوني جابوا لي مثلا المساعد بتاع الاستاذ احمد رياض ابو السعود احمد رجب هو اللي كتب معايا الجزء الاخير وفيه برضه مهندس عمل لي صفحه احمد عبيد وفيه الدكتور احمد الصياد عمل لي صفحه رسمها رسمه حلوه والفضل الكبير الاستاذ القدير ابني احمد الفخراني اللي هو توكل بطبع هذا الكتاب في طنطا بالطريقة المنظمة ديت ويشكر وده خدمة للمدرسين أعضاء الجروب والمدرسين الفيزياء بصفة عامة وده مجهود متواضع أقل حاجة أقدمها لزميلي المدرس خلال مراحل خبرتي وربنا يجعل العمل ربنا علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا هو ولي ذلك والقادر عليه والبركة في الجيل الجديد بقى يعمل حاجات القديم لما ياخد خبرته ويديها للجديد والناس قاعدين يستفادوا كلها دول وربنا سبحانه وتعالى جعلنا يعني بنعلم بعض من بعض نتعلم من بعض وننقل خبراتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.